بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعة التضحية وأنه متى الإنسان يضحي ومتى تتكون عنده عنصر التضحية وأن يكون مستعدا على أن يتنازل عن وجوده عن مصالحه، هذه مقولة وهذه قضية صافا تحتاج إلى وقفة. متى الإنسان يضحي؟ يظهر على أن التضحية هي نتاج العقيدة والقناعة. إذا الإنسان كان مقتنعا بفكرة معينة أو مشروع معين فإنه سيبذل جهده على أن ينجح مشروعه وأن يصل إلى أهدافه، يظهر هكذا. لأن الإنسان إن لم يكن على قناعة تامة والقضية لم تكن واضحة عنده بشكل كبير فإنه غير مستعد على أن يتنازل عن مصالحه عن إمكانياته عن ذاتياته لأمر بالنسبة إليه موهوم. ولذلك نجد أن المتراجعون في عملية المواجهة أولئك الذين في عقيدتهم خلل وفي قناعاتهم تشويش، فلذلك التضحية تساوي الاعتقاد والإيمان الراسخ. كلما كان الإنسان مؤمنا بمشروعه مؤمنا بفكرته مؤمنا بما يتوجه إليه كلما كانت التضحية مضاعفة عنده. لذلك الإسلام العزيز يدعو أتباعه إلى أن يرسخوا الدين وعقائد الإسلام ومفاهيم الإسلام في وجودهم بشكل كبير. التخلخل والتشويش في الاعتقادات وفي الالتزامات الدينية كفيلة على أن تجعل الإنسان مذبذب ومتذبذب في تصرفاته. الذين يلتزمون بصلاتهم وقائمون على أدائها بشكل كبير أولئك الذين هم على بصيرة من أمرهم على أن الصلاة عمود الدين والصلاة رأس الدين. عندما تكون هذه القناعة فإنهم لن يتركوا الصلاة. أما إذا عرف الصلاة أنها شيء يمكن للإنسان أن ماذا أن يتركها أو أنه فيما يرتبط بقناعته فتجده بالنسبة إليه التزام ضعيفا. وهذا يمكن أن يسري في جميع نواحي الحياة. نأتي إلى كربلاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن هذه التضحية الكبيرة وهذا النكران للذات العظيم الذي في واقع الحال رسمه أصحاب الحسين صلوات الله عليهم قبل أهل بيته وقبل وجوده المبارك، ما الذي جعل أصحاب الحسين أن يكونوا على مستوى عالي من التضحية؟ الجواب لأنهم كانوا على بصيرة من أمرهم أن هذا ابن بنت رسول الله ويجب الدفاع عنه لأن وجوده وجود الإسلام والدفاع عنه دفاع عن الإسلام، هذا هو فهمهم. لذلك هو روحي فداه عندما خيرهم في ليلة من الليالي قال لهم اتخذوا الليل جملا، اذهبوا إلى عيالاتكم الناس يطلبوني ولا يطلبون غيري، اذهبوا. ماذا قال له برير؟ ماذا قال له حبيب؟ ماذا قال له زهير؟ قال يا أبا عبد الله أن الموت مرة فإذا ضربونا انتهى، فلو كان الأمر يستدعي على أن نقتل ألف مرة ونحرق ونذر في الهواء ما تركناك يا أبا عبد الله. هذا النوع من التضحية العظيمة التي في الواقع ذكرها برير وأصحابه إنما يكشف عن عمق الإيمان بالذي يدافعون عنه ويضحون من أجله وهو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة،
إذا وجدنا شخصا يتلكأ في تضحياته سواء بماله أو بنفسه أو بإمكانياته أو بشيء من هذا القبيل، اعرفوا أنه في إيمانه خلل وفي قناعاته خلل، لابد أن يسد ذلك الخلل. التضحية تساوي الإيمان العميق، القناعة الكبرى والاعتقاد الراسخ الذي يجعل الإنسان ينهض ويدافع ويبذل ما عنده ويبيع نفسه، كما ذكر القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.